ايوه ماما قالت لي اجيب سكر وملح وعيش واجيب ايه تاني يا ربي اجيب ايه اي 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 يا راضي. ايه يا حبيبتي صحيتي ولا لسه؟ انا عمو الحرامي يا حبيبتي. عمو الحرامي عايز مني ايه؟ انا معيش حاجه والله. معايا 20 جنيه، ماما قالت لي اجيب سكر. لا ال 20 جنيه دي يا حبيبتي بقيتي بقى بونبوني، احنا هنجيب فلوس تانية بطريقتنا. كل المطلوب منك ان انت تقعدي ساكته وهاديه كده لحد ما نتمم العمليه على خير عشان ما ناذيكيش. ماشي يا حبيبتي؟ انا ساكته وهاديه والله والله هاديه، بس انت عايز مني ايه؟ انا جعانه. لا جعانه انت هتجي هتيجي نصرف عليكي ولا ايه يا حبيبتي؟ في حد يسمع الكلام ده؟ لا مفيش لا جعانه ولا عشطانه ولا الكلام ده خالص. يا معلم يا معلم يا معلم، خد يا تعالى عرفنا عملت ايه النهارده. والله يا معلم اخبار حلوه قوي، جايب لك شنطه عمرانه، شنطه ست علوه قوي كانت ماشيه. ايه قول يا ارض تهدي يا معلك قدي. اتفضل يا اسطى، انت الاب الروحي بتاعي. يا سلام يا سلام، انا بشوف فيك نفسي يا ولد. الله يخليك يا معلمي، روق عليا بقى النهارده، انا نفسي اجيب حلبسك. انا ازعل منك كده بقى الشقلاشه، انا ما احبش ادفع يا ولد وانت عارف. معلش بقى معلم، يعني اديني اي حاجه كده سرسته. ماشي يا حبيبي اديك بريزه تجيب الحلبسه بتاعتك، بس المره الجايه مش هتاخد ولا جنيه. اسمع يا شقلاش، انا عايزك في مهمه. عينيا يا معلم قول، انت تأمرني. دي مغلباني وعماله تعيط من الصبح يا ولد، وانا عايزك تاخدها معاك السوق وتنزل تعلمها كده كده، يعني ايه دينجا دينجا الشغل. عينيا يا معلم، نعلمها ونخليها استاذ. تعالي يا اموره تعالي يا حبيبي. الله انت اسمك ايه؟ انت لبسك جميل قوي، شكلك مقطع خالص. مقطع؟ لا انت ما بتشوفنيش بقى لما بستحمى واخد الدش التمام والبس اللبس الالاجه بتاعي. انت كلامك غريب قوي، انا مش فاهمه اي حاجه. هو احنا هنعمل ايه؟ انا جعانه وعايزه امشي من هنا، عمو ده خطفني وضربني على راسي وخد مني ال 20 جنيه بتاعت السكر، ماما هتزعقلي. لا لا ما تقلقيش، انا هعلمك بقى تشتغلي وتجيبي فلوس 100 100، ما تقلقيش خالص. الله بجد؟ يعني انا هشتغل وادخل فلوس زي بابا عمر؟ انت باباك اسمه عمر يا حبيبتي؟ ايوه بابا اسمه عمر. يلا بقى عشان نشتغل، هنشتغل فين؟ تعالي تعالي ورايا هوريكي دلوقتي هنشتغل ايه بالظبط. احنا طالعين الاتوبيس ليه؟ انا مش عايزه اروح في حته، انا مش بركب مواصلات لوحدي، بركب مع بابا. تعالي بس اطلعي، ما هو شغلنا هنا. يلا اطلعي اطلعي. الله ايه ده في الميكروباص؟ هو احنا هنعمل ايه هنا بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. وطي صوتك ما تعليش صوتك خالص. يعني احنا هنلم الاجره زي العمو اللي بياخد الفلوس؟ ايوه هنلم الاجره بس من غير ما حد ياخد باله. بقول لك ايه، انت هترجعي ورا جنب البيت اللي قاعده ورا هناك دي، وانا هحاول اسلك اي حاجه من الستات اللي قاعدين في النص. تسلك؟ طب انا مش فاهمه حاجه خالص منك والله، انا عايزه اشتغل بس فهمني. ايوه يا حبيبتي اقعدي هنا بقى، ما تخافيش، انا عارف ان انت بتخافي تقعدي قدام. تخاف اقعد قدام؟ يا نهارك اسود، انت بتعمل ايه؟ انت بتمد ايدك في شنطه طنط ليه؟ يا لهوي شنطتي، انت بتعمل ايه يا ولد انت؟ كان بيمد ايده يا طنط في الشنطه، انا شفته بيمد ايده. انا وديك في داهيه. اسكتي اسكتي يا بنت، اسكتي يا بنت، ما تتكلميش، اسكتي. اسكت ازاي؟ انت كده حرامي، انت ازاي تعمل كده وتمد ايدك في شنطتها؟ انا مش هسيبك الا في اسم البوليس، انت اكيد من العيال اللي مسرحينهم الحراميه الكبار علشان تسرقونا في الاتوبيسات والميكروباصات. تعالى قدامي يلا يا حرامي. لا يا طنط ما حدش سرح له، ده معفن وبيقول كلام مش حلو خالص. سرح له ايه يا حبيبتي؟ انت بتهلوسي بتقولي انت كمان؟ تعالي معايا انت رخرة على الاسم يلا. انا مالي؟ انا ما عملتش حاجه في الاسم. امال انت فين اهلك يا بنتي؟ انا خطفوني والله، خطفوني وقال لي هشغلك معايا. العصابه كبيره بقى على كده. انا ماليش دعوه يا ابله، والله يا ابله المعلم بتاعي هو اللي مسرحني. الله يخليك يا ابله. يلا قدامي قدامي على الاسم. يلا يا مجرم يلا يلا، انا هوديك الاسم يسجنوكي يدخلوكي الاحداث. حرام عليك يا ابله، اعتبريني زي ابنك، ما عندكيش ابن. لا يا اخويا انا بجيب بنات بس. فانا اعتبريني زي بنتك يا طنط، انا ما عملتش حاجه والله، ده انا اللي قلت لك انه بيسرق. عندك حق، انت بنت شاطره، تعالي ما نكلم الضابط ده يشوف لكم حل. سلام عليكم. سلام عليكم. اهلا اهلا، اتفضلي يا مدام. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك يا حضره الضابط، الولد ده كان بيسرق في الاتوبيس وكان بيحاول يسرقني ويسرق شنطتي. يا نهارك ابيض. كان معاه البنت دي، بس البنت دي بصراحه ما عملتش حاجه خالص، هي قعدت تصرخ وتقول انت حرامي وانت بتعمل كده غلط. انا ما عملتش حاجه يا عمو الضابط، هو اللي قال لي ان احنا هنشتغل، هو بابا خطفني ولا
عمو صاحبه ده خطفني والله انا ما عملتش حاجة انا طماطم. ليه اهدي بس كده يا حبيبتي اهدي. تعالى يا ابني انت بتسرق ليه ولا ايه حكايتك؟ انا يا باشا وعيت على الدنيا والله لقيتنا حرامي. الراجل اللي خطف البت دي انا هو اللي علمني السرقه. معرفش اهلي مين ولا انا جاي منين والله يا باشا. اعتقني يا باشا الله يخليك اعتقني ما عدتش اعملها تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلك فين ولا مامتك مين وباباكي؟ انا بنت عمر بنت الاستاذ عمر. بابايا مهندس كبير خالص قد الدنيا. انا ما بسرقش انا محترمه انا مش حراميه ومش عايزه اكون حراميه. طب اهدي يا حبيبي انتي روحتي عندهم ازاي ولا مشيتي مع الولد ده ازاي؟ انا الراجل خطفني والله والله خطفني. وبعدين انا قعدت اقول له انا جعانه قال لي لازم تشتغلي معاه وانا فرحت علشان نفسي اشتغل واعمل كيان زي مامتي. ماشي ماشي تعالي يا حبيبتي احنا هنرجعك لمامتك. حضرتك يا مدام ناقص من شنطتك اي حاجه؟ لا لا ما نقص اي حاجه البنت لحقته قبل ما يسرقني. خلاص تمام يا فندم سيبيهم واحنا هنقوم بالواجب زي ما اتفقنا يا حبيبي. هتدخل على طول للراجل وكانك جايب له الشنطه وتسلمها له عشان نقبض عليه متلبس. تمام تمام يا عمو تمام حاضر. لا خرب كده يا ولد. لا امال البنت طنطن فين؟ والله يا معلم انا اسف بس انا معوضك يا معلم انا جايب لك شنطه عمرانه ومية مية يا معلم. بص عليك يا شقلشه البنت طنطن ضيعتها. الشنطه تعوضك يا معلم فيها فلوس كتيره اهي. بعدين مش هتعوضني البت يا عم ما ينفعش كده ده مش نظام شغل ده نظام ده ما يعجبنيش انا هعلقك النهارده على الفلكه. يلا هتتحرك قدامي. بلاش الفلكه يا معلم بلاش الفلكه. يلا وريني يا اخويا الفلوس اللي انت جايبها حلتها. اثبات مكانك ولا حركه. بقى كده يا شقلشه بقى كده انت بتسلمني تسليمه. هلا هلا انا هوريك يا شقلشه هوريك يا شقلشه. ساعي ما كانش يومك يا معلم عبلوت كده اتعامل معاك الجلاشه. اخرس خالص يا ابني يا سريح العيال قدامي على اسمي. لا لا يا باشا انا مش اي سريح سريح ايه وبتاع المعلم عبلوت القرد على سن ورم. قرد ده انا هلططك تنطيط يا قرد قدامي على اسمي. امر لله. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو وكمان شير وسبسكرايب للقناه. طبعا وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي, باي, باي.